السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمنت لاعبة منتخب الكاراتيه المصري فريال عبد العزيز أشرف الحصول على ميداليات برونزية على الأقل، وذلك بعد صعودها في منافسات فوق 61 كيلو بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بطوكيو 2020، وذلك بعد حصولها على 5 نقاط من واقع فوزين على بطلة الصين وبطلة سويسرا وهزيمة أمام بطلة إيران وتعادل أمام بطلة الجزائر. في حال فوز فريال في مباراة النصف النهائي سوف تنافس على الذهبية، أما في حالة خسارة لا قدر الله فإنها سوف تحصل على البرونزية مباشرة. بهذه النتيجة تضمن فريال مصر الميدالية 15 للعرب. إذا عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، اعمل لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.